شابتر 12 سهل كثير. ستاتيك ايش؟ ستاتيك اكوليبرم، اتزان السكون. كويس. الان اذا كان في عندنا جسم نقطي، كويس، في عندنا اكثر من قوه عليه بتاثر، لو قلنا مجموع القوى بتساوي صفر هذا كفايه على اساس نقول هذا الجسم ايش ماله؟ اندر اكوليبرم، في حاله اتزان، تمام. بينما اذا كان في عندي جسم ضخم زي هذا واثرت بقوه على اليمين وقوه على الشمال، كمان مجموع القوى هون ايش؟ بتساوي صفر، بس هذا غير كافي اذا كان جسم كبير. ليش غير كافي؟ لانه ببلش يدور، راح يعمل ايش؟ روتيشن، راح يبلش ايش؟ يدور بالطريقه هاي، قوه هاي فوق بشدوا على اليمين، هاي بشدوا شمال، فراح يعمل ايش؟ روتيشن. فمش متزن هذا الجسم، فعشان يتزن الجسم الكبير شو لازمنا؟ كمان شرط ثاني اللي هو مجموع العزوم، صح؟ الاجسام النقاطيه، الاجسام النقاطيه يعني ما لها ابعاد، فما بتدور، بتدور حول ايش؟ هو نقطه. النقطه عم جد ما فيش لها ار، فيش لها شيء. فنرجع هون نكتب الشروط. conditions for equilibrium، مجموع القوى بتساوي صفر. شو يعني مجموع القوى؟ مجموع القوى السينات بتساوي صفر، مجموع القوى الصادات، مجموع القوى زد، اليمين بتساوي الشمال، اللي فوق بتساوي تحت، بهالبساطه هاي. والشرط الثاني ايش هو؟ مجموع العزوم كمان لازم يساوي صفر. هون لازم تحسبوا مجموع العزوم، يعني عشان يكون الجسم عن جد متزن، حول اي نقطه، احسبوا حول اي نقطه دائما وابدا لازم يطلع عندك ايش؟ بيساوي صفر. بالعاده اذا حققت الشرط الاول بالبدايه هون بس تحسبوا حول نقطه واحده بكفي، اذا كان الفوقاني متحقق تاكدت منه بالبدايه، مجموع القوى صفر، تلقائيا اذا حسبت العزم حول اي نقطه وطلع معك صفر معناته ايش؟ صفر عند اي نقطه ثانيه. لقطت النقطة هاي؟ لأنه بالعادة لما يكون مجموع القوى صفر بتكون اليمين بتساوي الشمال، فهذا بشكل كابل عزم ازدواج، بتذكروا عزم الازدواج بيعتمد على ايش؟ على المسافة الفاصلة بين القوتين، فلو واحد حسب العزم حول هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي، كله بيطلع نفس الجواب ما بفرقش، احسبه حول نقطة واحدة وطلع معك صفر خلص صفر. بالملخص بتحسبوا أول شيء مجموع القوى بتتأكد إنه صفر. إذا صفر تروح على الشرط الثاني بتحسب مجموع العزم حول نقطة واحدة بكفي، إذا طلعت معك صفر معناته الجسم ايش ماله؟ في حالة اتزان، أندر إكويليبرم، كويس؟ إذا بدك إياه ستاتيك إكويليبرم بدك تضيف عليه كمان شرطين، سكوني إنه يكون كمان السرعة تاعت مركز الكتلة بتساوي صفر، والأوميجا الإنيشال تكون صفر، يعني كان أصلاً بالبداية ما بدورش وكان ساكن، فراح يظل ساكن، ما هو مجموع القوى شو بتضمن لك؟ إنه التسارع صفر، فإذا كان ساكن بيظل ساكن. هذا بتضمن لك اياه، اما اذا كان ماشي بيضل ماشي، هذا كله بتضمنه، فاذا بدنا اياه ستاتيك كمان لازم يكون هو بالبدايه ايش؟ اصلا ساكن، لا بدور ولا بتحرك، لا انتقالي ولا دوراني. فهول الشرطين بس. هيك خلص الدرس، الباقي كلياته ايش؟ امثله، هاي الوحده خلصت. باقي مجرد امثله. اول مثال، مثال بسيط اكيد مر عليكم بالمدارس. اللي هو تاع السيسو. السيسو عبارة عن ايش؟ قطعة خشب مثلا. تكون هون في نقطة ارتكاز، دائما وابدا نقطة الارتكاز بيشيروها بكلمة ايش؟ بيفت. محور الدوران او نقطة الارتكاز بنسميها بيفت، كويس؟ لا تخيل في كان اثنين طالعين على السيسو، كان الولد وابوه طالعين على السيسو. إذا كان الولد قاعد هون على الحافة. هذا البول، الولد، كويس؟ الأبو ما بيصلح يقعد على الحافة من الجهة الثانية، إذا قاعد بترفعها لفوق لانه اثقل الابو، كويس؟ فالابو وين لازم يقعد؟ مسافه اقرب شوي هون. هذا ايش؟ الفادر. فهي المسافه بنسميها دي، ندور على المسافه دي بحيث تكون ايش ماله؟ السيسو في حاله اتزان. وصلت الفكره؟ فهون هذا بدون ارقام، مع ارقام هذا؟ لازم احل رموز بشكل عام، ففي عندنا هون ام للفادر وام للبوي، وهي ام ايش؟ تعيد السيسو نفسها. كويس؟ السيسو كلياتها قديش طولها هاي من هون لهون؟ ألف. كلياتها طولها ألف. فالسؤال هذا شو بقول عندنا؟ Where the father must sit to balance the
للسيستم كويس، وين لازم الاو يقعد على اساس يكون في بلا سيستم، يعني فعليا ايش بنقول؟ قديش الدي نحسب المسافه دي. طبعا هم ليش بدنا الابو يقعد بطريقه تكون السيستم متوازنه؟ شو الهدف؟ الهدف من اللعبه انه الابو يلمس الارض والولد يلمس الارض على اساس تتحرك. اذا الابو قاعد هناك قد ما يحاول الابو ايش راح يضل ايش على الارض، فيعني بفقد المتعه من اللعبه. الهدف من اللعبه ايش؟ تكون زي الميزان، حيث لمس من هذا لمس من هذا ايش تتحرك كويس. فنبلش بالشرط الاول، مجموع القوى ايش بيساوي صفر. فهاي السيسو القوى اللي في عندي الوزن الولد لهنا، وزن الابو هون بياثر، في عندنا وزن السيسو نفسه عند مركز الكتله عند النص، هذا السنتر ايش اوف ماس هاي الكتله. وفي عندنا ايش ايضا النورمال للاعلى، النورمال جاي من نقطه الارتكاز، هاي هو الشايل السيسو كلياته فعليا كويس. شو مجموعهم لازم يطلع؟ لازم يطلع صفر. ممتازين. فبقول بالحاله هاي النورمال شو بيساوي؟ ام الابو زائد بس بهالبساطه هاي. هذا ما فهمنيش كثير الشرط الاول ما فهمني. تيجي للشرط الثاني، مجموع العزوم ايش بيساوي؟ بيساوي صفر. هون قلنا لو حسبتهم لانها متزنه، لو حسبناه هون او هون او هون كلياته نفس الجواب، كل لازم يطلع ايش صفر. بالعاده لما يجيك سؤال بالامتحان بتختار النقطه اللي فيها مجاهيل كثير، الزنخه تختارها نقطه ايش؟ الارتكاز. عشان ايش؟ عشان تخلص من هذاك المجهول. لو واحد حسب المجموع العزوم هون صحيح، هون صحيح، وجربوا البيت احسبوها عند حول عند اي نقطه بطلع معك نفس الجواب. فانا راح اختار ايش النقطه هاي كويس اللي هي هون حول المركز، ونعملها سنتر اوف ماس اللي بتحبه كويس. ليش؟ عشان اخلص من النورمال واخلص من الكتله تاعيت السيسو نفسها. تمام. فمجموع العزوم شو بصفي عندي؟ عزمين، هاي وهاي، هاي وهاي، وقلتهم واحد صفت هاي وهاي. هذا بيدور عكس عقارب الساعة فبعتبره موجب. فبقول هنا أم تعيت الولد في التسارع الجاذبية، قديش بعد الولد من هون لهون المسافة؟ نصف طول المسطرة في L على 2. هذا السالب، آسف، هذا السالب لأنه مع عقارب الساعة. هذا إيش؟ للشمال. هذا حيدور إيش؟ عكس عقارب الساعة. فبقول هنا زائد، طبعا هي ما بتفرق لما كل مجموعهم صفر، لأن أضربهم بالشارع السالب مش راح يفرق. فهم تقول الام تعيت الابو في تسارع الجاذبيه ضرب المسافه دي كله بيساوي صفر. فمنو دي ايش بالصفي عندي؟ هاي بتختصر مع هاي، راح يصفي معي كتله الولد على كتله الابو، وشو كمان؟ ال على 2، بس نمسح هاي في ال على 2 بس. هذا الجواب تمام؟ بتعب بكون معكم بالامتحان ارقام، اذا كان كتلهم قد بعض شو بطلع الجواب؟ على العزل، يعني هذا لازم يكون على الحفر وهذا على الحفر، فالبساطة هاي، تمام؟ بالامتحان مرات بيجيب لكم السؤال الاتي. هاي نقطة ارتكاز وهاي نقطة ارتكاز. لو واحد حط كتلة هنا رح يكون الوزن تاعها نصه هون ونصه هون. توزع بالتساوي. بالامتحان شو ممكن يجيب لك اياه؟ انه لا، بانك حطيت الكتله بالمنطقه هاي. هاي المسافه ايش؟ ربع ال. وهاي ايش راح تكون؟ ثلاث ارباع ال. واضح؟ فبكون الضغط اكثر وين؟ على اليمين. تمام؟ الان القوه الموزعه كيف الموزعه راح تكون؟ في عندك هون بنسميه ان واحد وهذا ان اثنين، نورمال من هاي، نورمال من هاي، وفي عندي ايش هون؟ الوزن هاي ام؟ اكيد شيء طبيعي. شيء طبيعي كويس. طبعا اذا كان الخشبي هاي لها كتله بكون نص وزنها بالتساوي، لانه هاي مركز كتله، لانه جات على الاطراف ما فيها مشكله. لو كان الخشبه لها كتله نصها هون نصها هون وزنها. فبكون طالب الامتحان احسب الان 1 او احسب الان 2، هيك بكون طالب الامتحان. شو بكون طالب مثلا؟ فاين الان 2 مثلا كويس. بتقول اول نقطه بتقول الان 1 زائد الان 2 شو بيساوي؟ ام في جي. هاي اول شيء، مجموع القوى بيساوي صفر، القوى الفوق بيساوي القوى التحت. بعدين نجي لمجموع العزوم، حاول ايش بدك تحسبها؟ اذا قال لك بده الام 2 احسبها وين؟ هون مثلا عشان تخلص من الشيء هذا. فهون بدي اختار نقطه الدوران تعيد، فهون هاي بدي اسميها بي، بدي احسب حول البي كويس.
فالعزم تاع الانوم صفر، العزم تاع الكتله هاي وين بشد هاي عكس اقارب الساعه، وبقول بالحاله هاي ام في جي في ايش في ربع ال، هاي المسافه ربع بس ناقص، هاي راح يشد وين مع اقارب الساعه ناقص الان تو ايش في ال تساوي صفر، بس في عزمين ال بتختصر مع ال، فالان تو ايش بطلع معاي ام جي على ايش على أربعة، معناته الان واحد شو بتطلع ثلاثة على أربعة من الام جي، ثلاث ارباع الوزن هون وربع الوزن هون بس. تمام طيب. مثال البعضية هذا بسيط كثير، رقمه 12.2. طبعا هون نحله بطريقة مبسطة، هو بنحله بطريقة أعقد وأدق، هون طريقة مبسطة كويس. تخيلوا في عندنا خشبة واقف عليها العامل هون، هاي الخشبة بتكون مثبتة بحبل بالطريقة الآتية، وهاي الزاوية فاي، هاي الخشبة شو بقول لها البيم، هل بيشتغلوا بيستخدموها لتعين الدحين او بيكسر البيت او شيء كويس، وقف عليها عشان يكسر او يدها تمام، فالخشبه شو بقول لها بيم تمام. المطلوب السؤال هذا بان القوه من الجدار على الخشبه فاين دي فورس فروم دي وول اون دي، هذا الوول واضح، هذا الجدار، وكل شيء معطي عندنا هنا الكتلة تاعيت العامل هذا بتساوي لا كتلة تاعيت العامل 600 نيوتن كويس، الكتلة تاعيت الخشبة هاي البيم بتساوي 200 نيوتن تمام، فاي بتساوي 53، وال طول الخشب كلياتها وبعضها بتساوي 80 متر، هذا تخبيص طبعا 80 متر هاي هائله. طيب الدي هاي المسافه من هون لهون نسميها هاي دي، الدي معطيه كمان بتساوي 2 متر، هذا كل شيء معطي واضح. شو المطلوب نحسب القوه من الجدار على الخشب، نرسم الخشبة هون من جديد. ايش القوة اللي بتأثر عليها؟ الوزن تاع الخشب، وين بيأثر وزن الخشبة؟ للأسفل عند مركز الكتلة هون. هاي الكتلة تاعت البيم. الوزن تاع العامل، هذا العامل هو واقف هون صح؟ وين بيأثر وزنه؟ بالمنطقة هاي. هذا الوزن تاع الورك المان سميناه دبليو ام كويس؟ شو كمان في عنده قوة؟ في قوة الشد. وهي الزاوية معطية طبعا تمام. ظل في عندنا قوة من الجدار، هاي القوة بتكون نورمال احتكاك ولا داق مسمار ما بتهمني شو طبيعتها، في قوة من الجدار بتأثر على الخشبة، هاي أنا مش عارف لا مقدارها ولا اتجاهها، فبدأ أحط رسمها بالأسود، هاي هي بشكل عام هاي القوة جاية من الجدار مجهولة، أنا حطيتك عشوائي مش عارف وين اتجاهها وشو قيمتها. فهاي القوة عبارة عن مركبتين FXI هاد زاد FY J هاد صح؟ هاي القوة اللي بدور عليها عبارة عن مركبتين، مركب السين ومركب الصادية. أنا مش عارف شو طبيعي يعني شو قيمتها، بدي قيمها بدي شو طبيعتها. يعني جزء منها أكيد راح يكون نورمال، الخشب مش راح تفوت وين بالجدار. منطق؟ هاي الأرقام كلياتها معطية، نحل السؤال الآن. بنقول أول نقطة اللي هي مجموع القوة بتساوي الصفر. القوة هون في سينية وفي صادية، صح؟ فبقول هنا سيجما اف اكس لازم يساوي ايش صفر، القوة اليمين بتساوي القوة الشمال. شوف عندي بالقوة اليمين في عندي الشد في المركبة على اليمين، وهاي القوة انا مش عارف شو هي قيمتها ولا اتجاهها كويس، فبقول من هنا اف اكس ناقص تي في كوساين الفاي ايكوال زيرو تمام. الان هنا اف اكس انا ما حطيتها موجب، أنا مش عارف هاي اف اكس مجهول، ممكن تكون موجب ممكن تكون سالب، هذا مجهول النون اكس مجهول كويس، فحط هاي القوة المجهولة ناقص هل ايش حطيت ماني عارف راح تكون شمال، هاي كله بيساوي صفر، هاي هو المعادلة تمام. المعادلة الثانية القوة الصادية،
مجموع ال F Y equal جي، القوة اللي فوق بتساوي القوة إيش؟ التحت. فبقول شو عندي في الأعلى؟ F، آسف، T هاي اسمها، T في ساين الثيتا، هاي فاي اسمها، ليش سميناها؟ هاي القوة مركبة منها، في عندنا قوتين للأسفل صح؟ ناقص الدبليو تاعت الشغيل ناقص الدبليو تاعت البيم للأسفل. صفى هاي القوة المجهولة، هاي بعتبرها ايش؟ مجهول اف واي، انا مش عارف هي موجب ولا سالب، وبقول هون زائد ايش؟ اف واي ايكوال زيرو. واضح؟ القوة هاي لفوق 100%، هاي للأسفل 100%، هاي مجهول. فإذا مجموع هاي القوة كلها بتاخذهم على طرفين، طلع موجب تكون موجبة، طلع سالب تكون وين؟ لا تحت، هاي مجهول، انا مش عارف شو هي. فهي المعادلة الثانية. هاي القوة أنا حطيت لها مركبتها ممكن تكون صفر، قصدك ليش لها مركبة صاعدية؟ إذا مجموع من صفر تطلع صفر، أنا مش عارف. بشكل عام ممكن كلها مركبتين. عشان أكون محتاط بس، فإذا طلع الصفر صفر فيش مشكلة. تمام؟ الآن اللي إذا بتطلع المعادلتين هون تي مجهول. كويس؟ الاف اكس مجهول والاف واي مجهول، باقي ما باقي معطي، فاي معانا، الوزن معي، الوزن الخشبي، وزن الزلمه معي، كل شيء معي ما عدا ايش؟ الشد مش معي، والاف اكس والاف واي مركبتين القوه، فثلاث مجاهيل معادلتين ما بنحلش، فبدنا معادله ثالثه، منين بنجيبها؟ مجموع العزوم، فبقول هنا مجموع العزوم بيساوي صفر، وين بختار الدوران؟ ولا وين ما بختاره الصحيح؟ كويس؟ بختارها بالمنطقه هاي، ليش؟ لانه هاي نقطة فيها مجاهيل، قوة الجدار مش عارفها، بخلص منهم مع بعض، فبصفي مجهول واحد اللي هو الشر. فهاي نقطة بي، اخترت النقطة هاي، مجرد اختيار، كويس؟ لأن العزوم. شوفي عندي هون القوة هاي، أول واحد، شو العزم تاع هاي؟ الصفر، ليش؟ ملهاش مسافة. بصفي هاي، كيف عزمها هاي؟ مع عقارب الساعة، فبقول هون ناقص، قديش المسافة هون؟ دي في الوزن تاع الزلمة هاي 90 درجة، هاي المسافة دي معطية. تمام؟ لأن ناقص كمان ال على 2 في الوزن تاع الخشب، هاي ال على 2 هاي بتيجي عند مركز الكتلة. تمام؟ هو أنا الزائد، ليش زائد؟ لأنه الشد إيش ماله؟ عكس عقارب الساعة، تي في ساين الفاي في إيش؟ شو المسافة؟ الكاملة تساوي صفر. هون ثلاث الحدود بس بالنسبة لإيش؟ للمجموع العزم. العزم هاي تاعها بكون سالب، هاي عزمها سالب، هذا موجب، حول الدوران هون. طبعا مرة ثانية ما بفرقش لو عكستهم حطيت السالب موجب والموجب سالب ما بفرقش معانا، بس تعود حالك على شيء معين عشان ما تخربطش، عشان تعرف تجمعهم صح. هون كل شيء معطي ما عدا إيش؟ التي. فهاي العلاقة شو بتطلع لي؟ التي. إذا بتطلع التي بتعوضها بالمعادلة هاي وهاي، بطلع باقي المجاهيل. تمام؟ فهذا الحين نعمله، عود الارقام اللي عندي هنا راح يطلع معاي تي بتساوي ثلاث واحد ثلاث نيوتن. نعوض الان بالمعادلتين هذلاك، راح يطلع معك اف اكس بتساوي واحد ثمانيه ثمانيه فاصل اربعه، والاف واي بتساوي 5.50. كويس؟ هاي القوتين مركب السيني ومركب الصدي، اذا طالبهم كمقدار شو بتقولوا؟ تحت الجدر. هاي القوه تعيد الجدار، ها؟ زائد اف واي تربيع. راح يطلع معنا 5.81. اذا طالب الزاويه اللي بتعملها مش شايل الخشبي هنا، هاي القوه بتعمل بزاويه معينه، هاي الاف دبليو. اذا طالب الزاويه راح تطلع معنا الزاويه بتساوي 71.1. كيف نحسبها هاي؟ من الظل. فهي كل المجاهيل طلعناها. كويس؟ على مبدا ايش؟ حفظ الزخم، اسف، على مبدا مجموع التراك بيساوي صفر، مجموع القوى السينية صفر، مجموع القوى الصادية بيساوي صفر. واضح المثال هذا؟ هذا بالمستقبل تعين الاختصاص راح نحله بطريقه اصعب، اذا تعين هندسه المدني والميكانيك راح يمر عليهم طريقه بس اصعب من الطريقه المبسطه هاي. طيب واضح المثال هذا؟ عندنا بحكوا على نقطه كيف تحسب العزم بشكل عام. ممكن يجيك بالامتحان مسطرة كويس بطريقة هاي، هون عندك النقطة أو هاي أو هاي ما بيهمنيش، وين نقطة الدوران بتلاقي كل نموذج مرات بطلب منه إيش؟ احسب العزم حوله بطريقة مختلفة، هاي الـ A هاي الـ B هاي الـ C، تخلفي عندنا قوة بالشكل هذا، قوة هون قوة هون قوة هون وهكذا صح؟
لنفرض قال لك احسب العزوم حول الايه، ولحد يقول لي صفر إيه، اذا قال لك النظام متزن، اذا قال لك متزن اه مجموع من صفر بس مش شرط يساوي صفر، شو بيساوي هذا اي في الف بشكل عام. تمام، ضبط الخط بس. مجموع العزوم بيساوي اي في الف، اذا حسبته حول الايه بتكون حاسب الاي حول ايش؟ حول الطرف. تمام، بالامتحان بالعاده المسطره بكون معطيك اياها ايش؟ حول مركز الكتله. كيف تحسبها؟ هو انا باستخدام نظريه المحاور المتوازيه. تمام، كيف نحسب مجموع العزوم؟ طلعوا على الزاويه هاي، هاي ثيتا، هاي نسميها مثلا اف 1 ثيتا 1، هاي اف 2 ثيتا 2، هاي اف 3 ثيتا 3، هاي ثيتا 4 اف 4. كويس، بدنا نجمعهم، نجمعهم مع بعض حول الايه بدي احسبهم. كويس، فبتقول بكل بساطه هنا الاولاني صفر، ممتازين، زاد الثاني لو كانت هاي بالنص، اذا كانت هاي بالنص شو بتكون؟ بتقول اف 2 في ساين ثيتا 2 في ال على 2، وهي اعتبرتها موجب ليش؟ لانها عكس عقارب الساعه. التحتيها ايش راح تكون عندي؟ سالب اف 4 في ساين ثيتا 4 في ال على 2، الاخير راح تكون ايش مالها؟ موجب اف 3 وجاب 90 واحد في ال بس. شفتوا كيف حسبته؟ يعني اللي بدي اوصل لكم يوم تطلع بس على الزاويه الصغيره هاي، انه اي قوه فعليا عباره عن مركبتين، قوه بتلاقيها مركبه موازيه وقوه ايش؟ عموديه. القوه العموديه منين بجيبها؟ من الصاين. القوه الموازيه ما بتعمل شيء، كيف ما بتعملش شيء؟ طلعوا هذا باب، هاي الفصاليه تاعت الباب. كويس، اذا في عندك قوه بالشكل هذا، هاي القوه لها مركبه هون ولها مركبه هون، هاي المركبه الافقيه بتدز الباب هيك ما بيفتح، بتدزه لجوا، هاي بتحاول تدور الباب يمين او شمال صح؟ هاي بتدز الباب لجوا ما بدور، مستوعبين كيف هي بتدزه؟ اه الواحد كانه ماسك الباب هيك بدز فيه لجوا بالاتجاهات ما بدورش، عشان تعمل العزم يا بتدزه هون يا بتدزه هون، فهي دائما بنحملها بناخذ ايش؟ تعيد الصاين. اعطيكم مثال تطبيق عملي على الشيء هذا، هذا اخر مثال بالوحده هاي. ليننج لادر، هذا السلم من الكي على الحيط، هاي تعمل له كذا، تطلع لك تصلح لمبه بدك تعمل شيء، بتحط السلم وين؟ على الجدار. كويس، فتخيل في عندنا جدار كالاتي. تمام، واحد جاب السلم، هذا السلم لو حطيته بالطريقه هاي بالعاده بتكون الارضيه هاي ايش مالها؟ خشنه شويه، على اساس يكون في مكاتف او شيء على اساس تمسك السلم ولا بزحلق السلم بضل واقع. كويس، راح نفترض انه هذا الجدار ايش ماله؟ سموث، الجدار هذا ايش ماله؟ املس، فكل العمده ايش؟ على الاحتكاك اللي على الارض. تمام، الان اذا واحد قاعد يغير الزاويه الموضوع فيها السلم هاي الارض الخشنه هنا، هذا السطح ايش ماله؟ سموث. لو واحد حط السلم بالطريقه هاي، هذا السلم الازرق صعب يوقع هيك صح؟ لو واحد ميله هيك، لو واحد اجى حط السلم بالطريقه هاي شو بتتوقع يثبت؟ على الارجح راح يوقع صح؟ صح؟ على الارجح يوقع. ظل لك ارفع ارفع بالسلم، شو هي هاي؟ شايفين الزاويه هاي ثيتا؟ ظل لك ايش انت اعمل؟ لا بالعكس نعمل، شو بدنا نعمل احنا؟ هسه هاي السلم صح؟ هاي الزاويه ثيتا صح؟ لما نميله بالشكل هذا شو بصير بالثيتا؟ بتقل، ميله اكثر بتقل، ندور على اقل زاويه بقدر اميل فيها السلم بدون ما ينزلق، بدون ما يقع، بالاعتماد على احتكاك الارض بس. الجدار ايش ماله؟ مهمل، املس، الجدار املس. وصلتكم فكره السؤال؟ طيب اكتب لك اياه هون، بقول فاين ثيتا مينيمم
at which the ladder does not slip. اللي عندها ما بنزلقش. كويس؟ فنعيد رسمه وفاهمين كل شيء بدنا اياه الان. هاي الرسمه تاعتنا وهذا السلم. نفرض هاي هي الثيتا ايش؟ مينيموم، هاي اقل زاويه بندور عليها. طول السلم ال، كويس؟ معامل احتكاك السكوني معانا معضي، معامل احتكاك السكوني ايش ماله؟ بيعطيك اياه اجباري، لانه شو الماسك اصلا السلم؟ الاحتكاك السكوني، بناش ينزل، كويس؟ هون املس الفوقاني، هون ما في احتكاك. هون املس. تبقى مرتين للتذكير. هذا ايش ماله؟ سموث. كيف نحلو؟ بتحط القوة اللي بتأثر على السلم. هذا السلم تاعك. شو القوة اللي بتأثر عليه؟ الوزن تاع السلم هون. كويس؟ هذا ام جي. شو كمان في عندي؟ النورمال من الأرض للأعلى. شو كمان فيه؟ الماسك والاحتكاك. الاحتكاك وين يكون، يمين ولا شمال؟ يمين منطقي. يكون يمين صح 100%. فهذا قوة ايش؟ الاحتكاك السكوني. تمام. ظل شيء ثاني؟ خلص هاي كل القوة على السلم. ايوه من السلم ما فات جوا الجدار، ففي شيء بتفش فيه، فهذا نورمال من الجدار بدي اسميه ايش؟ بي. ليش سميته بي؟ عشان ما يزعل عن النورمال تاع الارض، والله هذا نورمال، هاي عباره عن قوه ايش؟ عباره عن قوه نورمال. تمام؟ هاي كل القوى الموجوده عندي هون. الان عشان احسب العزوم واحسب القوى لازم اعرف الزوايا، ففي اشياء مايله، كويس؟ هسه هاي الثيتا اتفقنا على شو سمينا هاي؟ الثيتا مينيموم، صح؟ هاي الفوق نفسها. هاي نفسها صح؟ الآن هاي الخط الأخضر شايفينه؟ هاي قديش تتوقع تكون؟ لا بدك كده السطح المائل لما كنا ناخذ جسم زي هيك صح؟ هاي الزاوية تكون معانا متذكرين؟ فهاي الزاوية قديش كانت دائما؟ نفس الثيتا، فهاي نفس الثيتا متذكرينها؟ أثبتناها زمان هاي لما كنا ناخذ السطح المائل. كويس؟ ظل الشيء الثاني، ظل الزاويه هاي الزاويه ملكي هون بالشكل. خط العمودي هون، فهي كمان ايش راح تكون؟ هاي ثيتا. لا هاي بلاش اياها، امسح هاي بس. هاي ثيتا، هاي المتممة، هاي متممة المتممة، فهي نفس ثيتا. هاي ثيتا، هاي المتممة، هاي متممة المتممة، فهي نفس ثيتا. هاي ثيتا، هاي ثيتا. هطلعنا كل الزوايا اللي بدنا اياها. الان يجي مجموع القوى، مجموع القوى اليمين بتساوي مجموع القوى الشمال، شو تستفيد من هاي؟ انه سيجما اف اكس بتساوي صفر، بستنتج انه الاف اس بتساوي ايش؟ البي. كويس؟ طبعا بالمناسبه هون لو ما تدور انت على الثيتا مينيمم اقل زاويه بتكون حطيت القيمه القصوى ايش؟ للاحتكاك، فالاحتكاك بالحاله شو بده يكون هون؟ الماكس صح؟ لما تحط ثيتا مينيمم شو بتكون هذا؟ اقصى قوه بقدر عليها الاحتكاك. بعديها بنزلق، ايوه تمام. فهي اول معادله، هي معادله بتفيدني شيء كثير. الاف اس بتساوي البي. نيجي للقوه الصاديه، سيجما اف واي ايكوال زيرو، اللي فوق بيساوي التحت، شو اللي فوق؟ النورمال بيساوي الام جي، فمستنتج من هون انه النورمال بيساوي الام جي. هاي من المعادله هذا. هاي القوه اللي لفوق والتحت بس، فيش غير هذول الثنتين اليمين والشمال، هيهم هاي فوق وتحت بس. فنمسح هذا كله، نكتب النتائج اللي طلعناها. فبقول هنا استنتجت انه البي بتساوي الاف اس ماكس، واستنتجت انه النورمال شو بتساوي؟ الوزن تاع السلم. تمام. الان العزوم، وينك تحسب العزوم عشان ايش تطلع شو بدنا ندور؟ احنا ندور على الثيتا مينيموم. كويس، ممكن احسبه حول هون او هون او هون، كل واحد بس اكثر واحده فيها قوتين هاي صح؟ في الاصل تستخدم نقطه وين؟ اللي على الارض يفضل بس، ولو حليته بنص صحيح، لو حليته فوق كمان ايش؟ صحيح، فنستخدم النقطه اللي هون. كويس؟
فهاي نقطة بروح أسميها بالأزرق هون هاي بي، مجموع العزم حول نقطة بي. كويس، العزم تاع قوة الاحتكاك صفر، العزم تاع هاي صفر، تاع القوة هاي نورمال صفر، بصفي عندي عزمين، عزم من هاي وعزم من هاي، منطق؟ هذا كله قديش بدي يساوي؟ صفر، أنا بدي أكون متزن، بدي أكون إيش؟ متزن. طيب الآن نبلش بالقوة هاي، هاي القوة تاعت الوزن تأخذ الكوساين هاي على أساس تأخذ المركبة هاي العمودية اللي هي إيش كوساين، لو معطيك الزاوية هاي بتأخذ ساين على طول، وأعطاك الزاوية هاي صح؟ تضربها بالكوساين، منطق هنا؟ وهي كيف راح تدور الجسم؟ مع عقارب الساعة، فبقول بالحالة هاي ناقص أم جي كوساين ثيتا في ال على 2 نص طول المسطره، منطق؟ زائد نمسح هاي هون البي هاي، هاي بناخذ ايش؟ كوساين ولا ساين؟ دي المركب العموديه، هاي نقطه الدوران بدي العمودي هيك فالساين، فبقول زائد البي البي في الساين الثيتا، طبعا كله ثيتا مينيمم، هاي في ايش؟ في ال كامله، هذا كله بيساوي صفر، هاي ثيتا مينيمم وهاي ثيتا مينيمم، ما ننساش الاشياء هذا، البي هيها صح؟ فنمسح هاي التحتانيه، البي بيساوي الاف اس ماكس، شو الاف اس ماكس؟ ميو اس في النورمال اللي هو ايش؟ ام جي، بدي اعوض هاي محلها، وخذ هاي عطرها في الاثنين عشان يصير كل شيء موجب، فبصفي عندي ميو اس في الام في جي في ساين ثيتا مينيمم في ال، هذا كله بيساوي ام جي في كوساين ثيتا مينيمم في ال على 2، منطق؟ شنو اي شيء؟ الان تروح بتقول الام تختصر مع الام، تسارع الجاذبيه مع التسارع الجاذبيه، ال مع ال، يعني هذا لما نجيب السؤال كان طالب يرفع ايدهم يرتبكوا الكتله مش موجوده تعيد السله مش عارف احله، هاي الكتله مش مهم اختصرت الكتله، شفتوا؟ الان بدك تقسم الساين ثيتا على القسم على الكوساين احسن شيء، فبطلع معك التان الثيتا صح، فتان الثيتا مينيمم يساوي 1 على 2 ميو اس، منطق؟ شو اللي عملناه هنا؟ هاي قسمت في هاي صارت ايش؟ تان قسم على ميو اس بصير ايش؟ الميو اس بالمنطقه هاي، فبصير 1 على 2 ميو اس، فقديش تان ثيتا مينيمم 1 على 2 في الميو اس، واضح الخط؟ 1 على 2 في الميو اس، اذا كان معك الميو اس بتقسمها وتعمل تان انفس فبطلع ثيتا مينيمم، يعني كل الجواب على ايش بيعتمد؟ على هاي، فهذا السؤال تاعكم بالارقام كان، بقول السؤال هنا اذا كانت الميو اس معطيه تساوي حتى ال ما اعتمدش عليها اختصرت، شفتوا؟ الميو اس قديش؟ هذا السؤال بالارقام لازم تكون هاي بتساوي قديش؟ هاي معطيه بالكتاب 4 بالعشرة، فبتعوض والآلة الحاسبة حتطلع معك ثيتا مينيمم بالحالة هاي بتساوي 51 ايش؟ درجة، شو يعني 51 درجة؟ هاي أقل زاوية، إذا بتزيد الزاوية كويس فيش مشكلة، بثبت أحسن وأحسن، بس إذا بتقل الزاوية بظلوا ايش؟ واقع السلم. طبعا إذا 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 زدت الزاوية بتبطل تصير الإف إس ماكس، بس القوة احتكاك سكوني بس مش الماكس، وصلت؟ متى بكون الاف اس ماكس؟ لما يكون على وشك انه ينزل، يعني بحيث تهدي على الجبن او تدعس عليه ببلش ايش؟ يوقع، كويس؟ طيب اتوقع خلصنا الوحده 12، تاكد الموضوع في شيء ثاني ناقص كونديشن شرطين الاتزان اعطيتك اياهم، المجموع القوس مجموع العزوم صفر، مثال السيسو حليناه هذا مهم، البيم هذا حلنا، هذا السؤال مشهور بالكتاب، قطعة هاي حليناها، لين جلادر بس، يعني بالمستقبل فيما لو انه طلع لك ولد ولا عامل ولا شغيل على ظهر السلم سهل، بتقول وزنه الاسلوب كيف هاي الام جي عملناها والزوايا تاعتها نفس المبدا، بس المسافه بتختلف حسب وين بكون طالع، ممكن يكون هون ولا هون ولا هون، اذا كان في بني ادم طالع عليه يعني بدك تضيفه بالحسابات تاعتك، إذا واحد طلع على ظهر السلم هذا بدك تضيف التورك تاعه، كويس؟ فالوزن تاعه بكون للأسفل، وزن البني آدم للأسفل، بيأثر هيك زي هاي بيأثر للأسفل، بس شو اللي بيفرق؟ المسافة، يعني الزوايا سهل تعرفها، هاي الزوايا كلها طلعنا لكم إياها، في شيء مش واضح؟ خلص هيك خلصنا المادة،
الان بضل بالمستقبل اذا حدا عنده اي سؤال اي شيء بتواصل معي، ممكن حتى نفتح له زوم عادي، يعني الواحد عنده شيء مش فاهمه من مره ممكن يوديه على الإلانة، فبفتح صفحه زوم زي هيك وهو بالبيت او هو بالجامعه بغض النظر وبجاوب، او بده يلاقيني بالمكتب بقول لي بدي اجي على الوقت الفلاني بالساعه الفلانيه عليك على المكتب تشرح لي، بجيبه على المكتب او على الزوم، او اذا كان بس سؤال بسيط بصور لي اياه بالخلوي ببعث لي اياه على الايميل، ايميلي موجود على موقع الجامعه اتاتشمنت ببعث لي اياه وبحل السؤال برجع له اياه اذا عنده اي استسؤال سؤال او اي استفسار. كويس، حد عنده سؤال بشكل عام؟ اي شيء نتواصل عن طريق الاي ليرنينج. تمام، هيك خلصنا الماده، الله يعطيكم العافيه وشكرا لحضوركم، بالتوفيق.